إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يقررونه، وإن خصومتنا ليست إلا ضد المستعمر الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية، وليس ثمة أي عداوة بيننا وبين الأوروباويين، وإن الدعاية المعارضة هي التي جعلت في اعتقاد الأوروبيين أن المغاربة ضدهم، وقد كانوا في بلادنا من قبل الاحتلال الفرنسي والأسباني وهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي. ومن الطبيعي أن المغاربة إذا حصلوا على استقلالهم فإن حياة الوئام ستجري مجراها الطبيعي مع جميع الأوروبيين وحتى مع الذين كانوا مستعمرين أنفسهم. والذي يجب أن يعرفه العالم المتمدن أن المغاربة ضحوا في سبيل الدفاع عن حرية البلاد الأوروبية واستقلالها في حربين متتاليتين، وخسروا فيها خيرة شبابهم بجانب الأوروبيين. وليس من المعقول في شيء أن يحرم على المغاربة التمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الأوروبيون مقابل إشباع ذوي الأطماع الاستعمارية التي لا تقف عند حد، ومع ذلك فهم الأقلية. ومن الغريب جدا أن تقف الدول الغربية المحبة للحرية والسلم موقف المتفرج من هذه المعركة التي ستؤدي حتما إلى كارثة أخرى ليس لها مثيل إن لم تحل المشكلة المغربية بكيفية سلمية، وقد تتسبب في حرب عالمية ثالثة. والأمر الذي لا ينسونه المغاربة هي الأيدي الكريمة التي ستساعدهم على نيل حريتهم واستقلالهم. ولسنا ننكر أن من بين الفرنسيين والأسبان قوم عقلاء يرون أن لا سبيل لكسب مودة المغاربة إلا بتمكينهم من حريتهم واستقلالهم.